اوكي، السلام عليكم، يسعد صباحكم جميعا. وراح ان شاء الله اليوم نكمل ديمونستريشن لبعض الافكار اللي ظلت في بعض التمارين. I think 1.3 1.4 ممكن 1.5، بحيث انه خلاص يعني الافكار الرئيسيه تكون تغطت كشرح. هلا طبعا بضل ما تبقى من محاضره اليوم، رح نترككم انه انتم تشتغلوا بهذا الوقت، واكيد وقت بعدين لانه مش رح يكفي، على التمارين. التمارين كلها موجوده عندكم الان، وكل الستبس يعني واضحه ان شاء الله. خلال فتره المحاضره هذه اذا في حدا عنده اي سؤال ممكن يتوجه فيه بشكل مباشر للمهندس يمامه. هذا بضل شغله اخيره، انه اذا في حدا لحد الان عنده مشكله في تنزيل البرنامج او البرامج، واكشلي ووتر كاد والسيور كاد والستورم كاد، يعني مش راضي يشتغل او في مشاكل في اللايسنس، ضروري يتواصل معي، ممكن على الواتساب سواء كان بشكل انفرادي او على مجموعه الواتساب، ما في مشكله. يعني يكتب لي اسمه وانا بحكي لرئيس القسم، يعني اشوف شو ممكن الجامعه تعمل يعني بهذا الوضع، أو إذا في حدا في الجامعة ممكن يساعد الطالب في تنزيل البرامج هذه على اللابتوب تبعه. يعني هذا الشيء، بس طبعاً ضروري جداً إنه يكون كل شيء جاهز مع بداية الأسبوع القادم، لأنه زي ما حكيت راح يكون أول هوم ورك بداية الأسبوع الجاي أو وسط الأسبوع الجاي. مش مشكلة، بحط لكم أنا على الفيسبوك جروب زي بول بسيطة استبيان. أوكي، صباح الخير للجميع. خلونا نكمل اليوم على برنامج الووتر كاد ورح ننهي إن شاء الله. هلأ بالنسبة لفي مثال اللي هو رقم 122، رح أبلش أحكي شوية ملاحظات عنه. هلأ هو عبارة عن مثال موجود فيه كيف إنه نضيف مضخة للسيستم اللي عندي إياه، فإنه كيف أعمل ديفينيشن للكاركترستيك كيرف وكيف أدخله على الشبكة، وبرضه في كيف إنه ندخل BRV. هلأ هاي المواضيع إنه شرحناها من قبل، فأنتم ممكن تدخلوا على التمرين وتعملوا تريننج بزيادة لكم، تمام؟ هلأ بالنسبة لليوم رح نبلش نغطي أمثلة اللي هي رقم 1415، ومن خلالها رح نغطي 1-3 اللي هي الأشياء الأساسية والرئيسية فيه. فبالنسبة لهاي الأمثلة رح نتعلم فيها كيف إنه أستخدم بما يسمى الموديل بيلدر تول، بحيث إنه أعمل إمبورت، بحيث أستورد ملفات إما إكسل فايلز أو الهي جي آي إس شيب فايلز، تمام؟ هلأ مجرد ما عملت لهم استيراد باستخدام الموديل بيلدر على الووتر كاد، البرنامج مباشرة ببلش يرسم الشبكة وبدخل تقريباً معظم المعلومات اللازمة لهاي الشبكة وبعملها رن، تمام؟ هلأ خلينا نبلش في مثال 1-4. هاي اكسرسايز رقم 1-4. هلا المثال بيحكي انه في عندي شبكه، في عندنا اللي هي ريسيرفوار، وفي عندنا جنكشنز وبايبس والى اخره. هاي الشبكه كل المعلومات للاليمنتس تبعت الشبكه اللي هي من ناحيه جنكشنز او بايبس، كل المعلومات لهاي الاليمنتس موجوده باكسل فايلز، فمعطيني الجنكشنز كاكسل فايل، معطيني الريسيرفوار برضه كاكسل فايل، والبايبس كاكسل فايل.
فخلينا نشوف الإكسل فايلز اللي معطيني إياهم وكيف يعني موزع الداتا في هاي الملفات. هاي مثلاً عنا الإكسل فايل للجونكشنز، معطيني إنه في عنا 5 جونكشنز تحت مسمى الجي آي دي، وكل جونكشن اللي هي كيف إحداثيات الإكس إلها والواي، وكيف عنا اللي هي الكيو ديزاين في الميتر كيوب بير دي، إنه الديماند على كل جونكشن من هاي الجونكشنز. هلا نفس الاشي بالنسبه للبايبس. البايبس معطيني كل بايب ايش اسمه تحت مسمى البي اي دي، الهيزن ويليام كوفيشنت معطيني لكل واحد، واضح انه في اختلاف بين كل بايب والثاني. عندنا الدايمترز بالانشز، وكيف انه الستارت نود والستوب نود، يعني مثلا بايب 1 اللي هي ببلش من الريسيرفوار للجنكشن والى اخره، انه كل البايبات معطيني كيف بتبلش وكيف بتنتهي. تمام، هلا ممكن انا ابلش بشكل يدوي استخدم هاي الجداول وابلش ادخل الجنكشنز وارسمها على الووتر كاد وادخل اكس واي وادخل زي ما عملنا بالملفات اللي قبل او بالامثله اللي قبل، بس المشكله لما يكون عندي 100 جنكشن ولا 200 جنكشن يعني بصير الاشي تايم كونسيومينج ومتعب بشكل كبير على الفاضي يعني. ففي طريقه اسهل بحيث انه ارسم الشبكه مجرد ما عملت استيراد لهاي الملفات. فخلينا نشوف كيف الاشي بصير على برنامج الووتر كاد. اوكي، اول اشي طبعا خلينا نغير الوحدات، لانه اهم اشي انه نغير الوحدات خاصة من ناحية الكوردينات وهاي الامور. بروح على tools على units، نعمل reset للديفولت انها SI. لو غيرنا اللي هي الدايمتر يصير بالانشز، الفلو خلوه متر كيوب بير دي، والبريشر متر H2O عشان ما نضل نغير فيهم، وبنعمل اوكي. تمام، هلا بدي ابلش اعمل استيراد لملفات الاكسل من خلال الموديل بيلدر على الووتر كاد. بروح على تولز، في عنا هون اللي هي ما يسمى الموديل بيلدر، بضغط عليها بعمل اللي هي نيو. هلا احنا الملفات اللي رح نستوردها رح نستورد اكسل فايلز، تمام، فبحدد انه التايب للملف اللي انا بدي استورده هو عباره عن اكسل فايل، وبختار اللي هي الاكسل 2003 حسب الملفات الموجوده معي لانها 2003، وبختار ايش الملف الاكسل اللي بدي ابلش استورده. فعندنا احنا مثال 1/4، خلينا نبلش نستورد اللي هي الجنكشنز. هيك اللي هي بدي ابلش استورد الجنكشنز، بعمل شو بريفيو بشوف كيف شكل الجدول اللي هو نفس جدول الاكسل اللي فرجيتكم اياه. تمام، هلا كل جنكشن راح تكون تحت مسمى اللي هي جي اي دي، وراح يصير عندنا اكس واي والديماند. هلا اول شغله هون راح يصير بس عمليه رسم انه يربط كل جنكشن واحداثيات الاكس والواي لها علشان يرسمها على الشبكه. مباشره بعمل نيكست، بحدد انه الكوردينيت يونت انها تكون بالمتر، وبعمل نيكست نيكست لحد ما اوصل لهي المنطقه. تمام، لا هون اللي هي احنا عنا جنكشنز بدي ابلش كانه في هاي المرحله بدي ابلش احدد انه كل جنكشن اربط او اعمل ماتشنج ما بين الاكسل فايل والفليكس تيبلز، كاني انا بنقل اللي هي الاكسل فايل كل خليه تيجي على اللي هي الفليكس تيبل في الووتر كاد. مجرد ما عملت الموديل بيلدر او عملت الفينش له اللي هي بتطلع عندي الشبكه جاهزه. تمام، او مش الشبكه بس اللي هي الجنكشنز. فبختار انه احنا عمالنا بنحكي جنكشن. في حدا عنده سؤال؟ اوكي، بختار انه التابل تايب جنكشن، والكي فيلد اللي هي كل جنكشن ايش يعني باي تحت اي مسمى اللي هي كانت تحت اللي هي جي اي دي. هلا بالنسبه للاكس فيلد اللي هي يعني راح ياخذ اي جنكشن ويشوف الاكس حسب الاكس الموجوده في ملف الاكسل، وبالنسبه للواي راح يكون اللي هي الواي. بعد هيك بعمل نيكست وفينش، وبعدها do you wish to continue yes، بطلع would you like to synchronize the drawing، رح نعمل اللي هي الموديل حاليا. هلا بعمل zoom extent علشان تبين الاشياء مش واضحه، خلينا نكبر بس الرسمه او بروح على tools على drawing، خلونا نعمل المالتيبلاير اللي هي 6 مثلا،
اوكي هاي الجنكشن صارت مرسومه، صار عندي جنكشن جاهزه، يعني مجرد ما ضغطت على الجنكشن هي جنكشن فعليه موجوده على الووتر كاد، مش انه نقطه بدي اضطر ارسم فوقها لسه. تمام، فكل جنكشن اتدخلت على الووتر كاد باحداثيات الاكس والواي اللي موجوده في ملف الاكسل. تمام، هلا بالنسبه للريسيرفوار نفس الشيء، نفس الخطوات اللي هي بروح على تولز على موديل بيلدر، بعمل نيو، بختار انه التايب للملف اللي انا بدي اياه هو عباره عن اكسل فايل، وبختار الملف اللي انا شغال عليه اللي هي الريسيرفوار داتا. تمام، الريسيرفوار برضه نفس المبدا له احداثيات اكس وواي وراح يكون تحت مسمى الار اي دي، بحدد الوحدات اللي هي بالمتر وبضل اعمل نيكست لحد ما اوصل لهي المنطقه. هلا الريسيرفوار اللي هي رح نحدد انه عندنا التابل تايب هو ريسيرفوار، الكي فيلد رح يكون اللي هي اسمه تحت مسمى الار اي دي، وبالنسبه للاكس والواي نفس مبدا اللي هي النودز بالضبط، ومباشره بعمل نيكست وفينش يس. مجرد ما طلعت من الموضوع هذا بعمل يس، بعطيني موقع الريسيرفوار. تمام، هلا بيضل عندنا اللي هي البايبس، انه التوصيل ما بينات الجنكشنز والريسيرفوار، فبنروح برضه تولز موديل بيلدر، بعمل نيو وهو عباره عن اكسل فايل، وبختار انه بدي البايب داتا. تمام، هلا كل بايب راح يكون عندي الاي دي له 1 2 الى اخره تحت بي اي دي. هلا كل بايب راح يحاول اللي هي يعمل ماتشنج من الاكسل، يعني كانه هذا جدول البايبات الموجود بالاكسل بده ينقله على الفليكس تيبلز الموجود في الووتر كاد، ومباشره بترتسم الشبكه، فبيكون محدد وين الستارت نود والستوب نود، وبيحاول يرسم اللي هي البايب من البدايه للنهايه، راح يرسمهم بشكل اللي هي يعني خط مستقيم مباشره من الريسيرفر للجنكشن. راح ندخل هاي المعلومات مباشره بحيث انه ما اضطر ادخلها بشكل يدوي. تمام، بعمل نيكست، بختار الوحده متر، بنعمل نيكست لحد ما نوصل للبايبس. هلا البايبس اللي هي تحت مسمى البايب، طبعا الكي فيلد اللي هي كل بايب اي دي كانت تحت مسمى بي اي دي، الستارت بختار الستارت، والستوب بختار ستوب علشان البرنامج يقدر يرسم حسب الستارت نود والستوب نود. تمام، هلا هون بدي اغير شغله علشان يعني بدي اعرف للووتر كاد انه الهيزن ويليام كوفيشنت فيلد الموجود في الفليكس تيبلز او الموجود هون بالاكسل، الفيلد اللي هي الاكسل راح تكون بالنسبه لها البروبرتي في الفليكس تيبلز اللي هي الهيزن ويليام كوفيشنت، فبغيرها من هون اللي هي هيزن ويليام، يعني البروبرتي اللي هي الموجوده في الفليكس تيبلز جيبها لكل جنكشن حسب اللي هي الاكسل فايل اللي هي الكوفيشنت هيزن ويليام الموجوده في الاكسل. نفس الشيء بالنسبه للديامترز، بدخلها من هون وبتاكد انه الوحده بالانش لانه كل القيم كانت موجوده بالانشز. حدا بده سؤال؟ بس الدكتور محمد بعث لنا رابط على الواتساب انه ندخل عليه. ما انتبهت. اوكي يسلم.